يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وأطيب وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة لذيذة خفيفة صحية. طبعا حلقات يوم الاثنين شهية. للأسف يا جماعة الأكل الصحي أبدا ما هوش أكل طعم وحش، الأكل الصحي هو أكل قليل السعرات، قليل الدهون، قليل النشويات، إنما في مجمله هو خطير وطعم يجنن. استعدوا، الحلقة قوية جدا، بعد الفاصل استنونا. طب مين فينا ما كانش مقتنع بكده ان الاكل الصحي؟ انا هعمل دايت، انا هاكل صحي. على فكرة احنا ما بنعملش دايت مش علشان الاكل مش حلو، لا، عشان احنا بنكسل نفكر نعمل ايه. دايما كده دماغنا تقول ايه، ما انا هجيب افكار منين، ما انا يعني لما اعمل دايت يعني هعمل ايه. لا، على فكرة هنعمل كل الاكل واي اكل، ولكن هنقلل الدهون ونقلل ايه النشويات، بس كده او بس كده هننظم اكلنا. بص يا جماعة، في مفيش نظام ثابت اقدر اقول ان هو يناسبنا كلنا. في ناس طبيعة جسمها تحب الفطار. ايه ده، في حاجة اسمها كده؟ افهمي جسمك وعرفيه. في ناس لو فطرت الموضوع بيفتح معاها خلاص كده، هتفطر وتتغدى وتتعشى وتحلي وتاخد سناكس ومش هتشبع، هتفضل كده طول النهار جعانة 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 جعانة. حتى لو فطرت ايه، اكل صحي، لو فطرت بطين هتفضل برضو طول النهار عايزة تاكل. في ناس تقولك لا، انا بالنسبة لي ان انا مفطرش لحد ما كده يعني ابدا اجوع على الساعة 3 4 واكل طقة واحدة وبعدين ارجع اصوم تاني، انا بالنسبة لي كده قوي حلو قوي، ممكن اتعشى زبادي. هي كده فهمت جسمها، هي كده عرفت هي عايزة ايه. في ناس تقولك لا لا، انا كل ده ما خسيتش معي، انا اللي نفع معايا الكيتو دايت. ناس فهمت جسمها هي عايزه ايه. في ناس تقول لك انا كل ده ما فيهاش معايا غير النظام النباتي خسيت عليه. كل واحد شطرته في فهمه لجسمه، هو جسمك بيخس ازاي. في ناس تلعب رياضه تتخن، تتخن ايه، تتخن ونفسها تتفتح للاكل. في ناس تلعب رياضه تخس، فطبعا مش رياضه وحشه، لا، هو الاجسام اللي مختلفه. طيب بعيدا عن كل ده، الاكل الصحي هو مش مرتبط ابدا بناس عايزه تتخن وناس عايزه تخس. ناس عايزه تعيش حياه صحيه، ناس عايزه تعمل كده وقايه لجسمها من الكوليسترول، الدهون الضاره، الضغط، امراض القلب، مش عايزه تتخن، مش عايزه بعد كده ترجع تقول انا عايزه اخس، مش عايزه تاكل وتتقل كده. ناس كده بحس ان هي ايه، فاهمه ازاي تاكل اكل حلو وتعيشها صح. طيب اول وصفه معايا كلنا بنستصعبها، ليه؟ علشان هنقعد نسيخ. الشيش. عايزه اقول لكم النهارده هعمل لكم شيش، بس شيش طاجن خطير. وعلى فكره بالمناسبه، في ناس فاكره ان الطاجن يعني كده انت ايه بتاكلي في اكل كل دهون، خالص. الطاجن عباره عن اكل كله ني في ني، دخلتيه الفرن طلع لك صح، تلاقيك متروق، تلاقيك على الهادي، تلاقيك كل حاجه واخده حقها في التسويه. ممكن تكون من غير نقطه زيت على فكره، خالص ملهاش اي علاقه ان الطواجن حاجه مش صحيه. تمام، تمام. طاجن التورلي حاجه صحيه جدا. طب تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده، يلا بينا. طاجن شيش طاووق خطير. محتاجه كيلو صدور دجاج. طب ليه صدور دجاج؟ هو مش الشيش طاووق بيتعمل بيه وراك؟ ما هو بقى ايه، علشان هنا الصدور دهونها اقل من الاوراك، فهمتوني؟ طيب صلصه، كاتشب، عصير ليمون، اربع فصوص ثوم مفرومين، بهاراتك بقى، ملح وفلفل اسود، بابريكا، كزبره جافه، بهارات الفراخ، ثوم بودره، زيت زيتون، فلفل الوان، بصل، وكمان طماطم، وكل اللي محتاجاه نص كوبايه ميه، وطبعا هتقدميه جنب شويه رز. نقول كمان انا محتاجه ايه، انا محتاجه اعمل طاجن شيش طاووق خطير، يدخل الفرن يطلع مبكبك كده، يتحط جنب شويه رز ابيض، مفيش اسهل من كده. محتاجه كيلو صدور دجاج هقطعه شيش، وصلصه، وكاتشب، عصير ليمون،
فصوص ثوم، بهاراتك الحلوة، ملح وفلفل أسود، بابريكا، كزبرة جافة، بهارات دجاج، ثوم بودرة، زيت زيتون، فلفل ألوان مكعبات، بصل مكعبات، طماطم مكعبات، بنجان مكعبات، نص كوباية مية، وللتقديم شوية رز أبيض. مفيش أسهل من كده. إحنا كل اللي هنعمله نقطع الفراخ، هوب نتبلها، نحطها معاها كل الفلفل والبصل والطماطم، نقلبها كلها في الطاجن وندخل الفرن. في اسهل من كده؟ هتاخد وقت؟ مش هتاخد وقت، لان انا بسوي صدور، والصدور ما بتاخدش وقت في التسويه. مش كده بس، كمان هو الفرن هتدخلي الاكله دي هتدخليها الفرن لحد ما تعملي شويه الرز شويه السلطه بس كده، وتكوني جاهزه. طيب يلا نقطع. عندي هنا الشيش. قولولي بقى، مين كان فاكر ان الاكل الصحي طعمه مش لذيذ؟ حلوة حلو ده. مين كان فاكر الأكل الصحي طعمه مش لذيذ؟ ومين الحمد لله الفكرة دي اتلغت من دماغه؟ دايما أقول للأسف أنا بعمل أكل صحي شهيوي أكل. يا ملك. ألو. ألو. يا سيف فيفيان، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا ملك، أنت عاملة إيه، أخبارك؟ كويسة الحمد لله. أنا كلمتك من أسبوعين. أهلا بيكوا. في الأسبوعين ده بقى كنت فين يا أستاذة؟ ما انا ما كنت معايا رصيدي يعني. يا روح قلبي، ربنا يخليكي والله، مكلفه نفسك وتعبه نفسك. الله يخليكي. بس اختي بتحب حضرتك جدا وكانت عايزه تكلمك، بس هي ما كانتش موجوده المره اللي فاتت. حبيبتي سلمي لي عليها قوي قوي. ودي هي هتكلمك. ماشي الدهن. الو. الو. يا سيف زين، عامله ايه؟ ازيك حبيبتي، انت عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله، انا بحبك قوي. يا حبيبتي ربنا يخليكي. اسمك ايه بقى؟ غادة. يا غادة، انا بحب اسم غادة ده قوي. الله يخليكي. عاملة ايه يا غادة؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ حلوة الحمد لله. حبيبتي مبسوطة جدا انا سمعت صوتك انت وملك بجد. وانا مبسوطة جدا ان انا كلمتك. يا روح قلبي. يا حبيبتي. شرف ليا ان انا اكلمك، احنا من المالية اصلا. اهلا بيكو يا حبايبي، على راسي على راسي، وتعبكو وتكلفتكو والله على راسي، ربنا يخليكو. الله يخليك. بجد شكرا يا حبيبتي، شكرا من كل قلبي. وانا ما احب الجو جو قوي، وما احب اسمعك على طول في العاده وفي البرنامج. يا حبيبتي ربنا يخليك، وربنا يخليك بجد. انا مش عارفه اشكرك ازاي، انت وملك بجد من كل قلبي. حبيبتي نورتوني وشرفتوني، وكلامكم كبير قوي عندي، وان انتوا تكلفوا نفسكم وتتعبوا نفسكم وتكلموني، صدقيني يعني كتير قوي عليا، ربنا يخليكوا. بصوا بقى بقطعه ازاي، مش هقطعه اصغر من كده. طيب هو انا في ناس تقولك انا مش عارفه اكل ايه علشان اعمل دايت، يعني اكل اتنين اكل واحده؟ بصي يعني بدي كده ماشي، عشان انا قطعتها قبل ما عايزه اقول لكم. طيب شايفين الفص ده؟ الفص ده هو احتياج فرد يزن من الكيلوات 60 كيلو جرام. هو احنا جسمنا عامل ازاي؟ جسمنا بيحتاج بروتين 10% من وزنه. جسمنا بيحتاج بروتين 10% من وزنه. انت 60 كيلو محتاجة 60 جرام بس، بتقس قوي كده يعني، دي 50 جرام بروتين هتبقى هايلة. تمام، تعالوا نقطع كمان ونكمل، يلا بينا. هقطع دي كمان كده. تمام، مكعبات. يا شيري. ايوه يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا شيرو؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، وحشاني. ايه اخبارك؟ وحشاني جدا جدا. وانتي كمان صحتك عامله ايه؟ طمنيني عليكي وولادك. الحمد لله كويسين، كلنا بخير، بنسلم عليك يا حبيبتي. حبيبتي يا رب دايما عليك. ربنا يخليكي يا شيرو. الله يخليك يا وحشاني رب. جدا. وانتي كمان. انا شفت الحلقه كامله اللي هي بتاعت استاذ نشأت الديب. ايوه استاذ نشأت الديهي، ايوه دي كانت حلقه جامده قوي. ايوه كانت جميله بيكم، منورين كتب الشاشه بصراحه، وكلامكم كان زي العسل ومن القلب للقلب كده. يا حبيبتي ربنا يخليكي. كل واحد بيتكلم عن نفسه كده بطريقه جميله، فقربتونا منكم قوي. جميله جميله بصراحه، من اجمل الايام اللي عشتها هنا في تن ده حقيقي.
ما شاء الله اتبسطنا كلنا جدا. ربنا دايما يجمعكم على خير كده. امين يا رب. وتبقوا منورين كده على طول. امين يا رب يا حبيبتي. وواصلين لقلوبكم. امين يا رب. امين يا حبيبتي. لا واصلين طبعا واصلين جدا حبيبتي. ربنا يخليكي. تعبكم ومجهودكم دوت ما يتقدرش بثمن يعني. الحمد لله. صدقيني صدقيني انا ما انا مش هتكلم عن نفسي بس ربنا يعلم. شيرين الواهر ما بيحسش ابدا بالتعب ولا بالمجهود قدام كلمة منك، كلمة من كل الناس اللي بتكلمنا بجد. وحياتك كل حاجة بتتنسي قدام الكلمة الحلوة. وحياتك حبيبتي ربنا يخليكي. مبسوطة اني سمعت صوتك قوي يا شيرو. طيب تعالوا بقى نتبل عندنا هنا الصدور. ممكن اقول لكم على حاجة ونتخانق فيها مع بعض عادي جدا. انا جاهزة يا جماعة. الصدور ما بتتغسلش. اي حاجة متشفيه، اي حاجه فيليه بانيه ما بتتغسلش. الفراخ اللي فيها عظم واللي هي فيها جوه حاجات عايزين نخرجها عليها شويه حاجات كده من بره من تحت الجلد، هي دي الحاجه الوحيده اللي مسموح ان انا اعملها محلول ملحي وادعكها خلاص. دي ما بتتغسلش. اطبخوها على طول وصدقوني صدقوني ولا هتكون زفره ولا هتكون ولا تقولي لاي حد في البيت ان انا ما غسلتهاش. ما بتتغسلش. انا بفضي من الكيس على طول على النار على طول على التتبيله. اتفقنا؟ اتفقنا. احب اتبل الاول طبعا انتوا عارفين على الجاف. يلا نحط بقى بهاراتي، بهارات الفراخ، وكمان عندي هنا الكزبره، الثوم، البودره، حاضر، الملح. انتوا عارفين انا بحب طبعا اتبل على الجاف الاول علشان كل حاجة تنزل تمسك في الفريخ. حطيت كل البهارات، هعمليها قلب وقول ألو يا مريم. ألو ألو. ألو. إزيك؟ الحمد لله. أنت عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. أنت أخبارك؟ كويس الحمد لله. بصي يا مريم أنا هطلب منك طلب. قولي. هتوطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. شفتي بقى؟ ماشي يا روحي. عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. انتي اخبارك؟ عاملة ايه؟ حلوة؟ الحمد لله يا حبيبتي. يا رب دايما. اخواتك نعم. قوليلي ينفع بقى تنزلي طريقة البانكيك؟ ينفع. احنا هنسأل استاذ ضياء في الموضوع ده. يا استاذ ضياء امتى؟ ماشي حاضر حاضر يا حبيبتي. حاضر يا مريومة. نورتيني يا مريومة. حطيت ايه هنا دلوقتي يا جماعة؟ معلقة صلصة على كاتشب. طب ليه كاتشب بقى؟ مش عايز اقول لكم بيديني طعم حلو قوي. زي ما قلت لكم قبل كده ان في كاتشب دلوقتي صحي، يعني عايز اقول لكم اقل سكر تماما ممكن يكون موجود في الكاتشب، صحي وسعراته الحرارية قليلة جدا. استخدموه في الوصفات دي. يبقى انا كده تبلت الفراخ، حطيت عليها ايه؟ صلصه وكاتشب. ننزل بقى بعصير الليمون الخطير. ايوه كده اهو. عايزه بقى تتبلي الفراخ وتسيبيها بتاع ربع ساعه كده في التتبيله دي، طبعا هتبقى ايه حلوه. مش عايزه عادي جدا جدا. هنروح جايبين الطاجن اهو. ويلا بقى هحط ايه عندي هنا؟ البصل، الكميات اللي انت عايزاها حطيها، والفلفل الالوان، وعندك كمان الفلفل الاخضر، احمر واصفر واخضر، والطماطم. عادي جدا كاني بعمل ايه؟ كاني بعمل عندي هنا شيش طاووق. واعمل ايه؟ اروح مديها لها تقليبه اهي، وحط الفراخ بس بعد ما اقلب الخضار كده، وحط الفراخ وكمان مديها لها تقليبه. تقولي ايه ده؟ ازاي الفراخ هتحط مع الخضار؟ ايه يا جماعه انا ما سويتش الخضار لوحده وحطيت عليه الفراخ لا انا لسه هسوي كله. فعادي جدا اهو. اتفقنا؟ وهروح مقلبه كده وحاطه ايه نص كوبايه الماء. بصوا بقى اللي عندي الخضار هنا اخد من طعم ايه التتبيله وياخد من طعم الفراخ. بصي يا حبيبتي لما تيجي تعملي الاكله دي وفاكره ان انت بس اللي هتاكلي منها تبقي غلطانه.
فهتقول لهم ده انا بعمل دايت، هيقول لك لا احنا عايزين من النمبو دايت ده، لان هي ريحتها هتبقى خطيره، طعمها هيكون وهمي. فاعملي حسابك كده ان دي تبقى طبخه اساسا اليوم اهي. هعمل ايه؟ هروح احط لها زي ما اتفقنا نص كوبايه ميه اهي، مهم قوي، وخلاص هدخلها الفرن. سهله وسريعه وتجنن، ما خدتش معانا وقت، احنا بس بنتسلى اساسا مع بعض، لكن هي ما بتاخدش وقت خالص. تعالوا بقى ندخلها ونشوف اللي بعده. حاضر. طيب يا جماعه هنشغل الفرن من تحت بس مش من فوق خلاص، لان انا عايزاها تستوي، وبعدين بعد كده عايزه تديها لون من فوق. اوكي، مش عايزه هي هتكون ايه كده، عارفين بقبقت واتقمرت وحلوت وتخرجوا من وتخرج لكم من الفرن تحفه وريحتها خطيره. نشوف بقى اللي هنعمله بعد كده بعد الفاصل، استنينا. مين فينا ما يحبش ياكل الشيبسي؟ خلينا متفقين كلنا بنحب الشيبسي كل انواعه وكل الاطعمه بتاعته. بس تعالوا بقى نعمل شيبسي حلو جدا في البيت من حاجه خطيره صحيه. لو قدرتوا بس تنقنقوا فيها اتنين تلاته ليكوا، بصوا يعني جزرايه كامله. ليه بقى؟ الجزر من الحاجات يا جماعه اللي هي لا بصوا بتلكم، ما يعني ايه، لو حد بيعمل دايت واكل جزرايه ايه المشكله؟ بتنزل تلكم معاه بقى، تسد معاه، يعني ما يعرفش ياكل حبه حلوين غير الخيار لانه كل مكوناته ميه. طيب مع ان هو نشوياته عاليه بس لا حاجه حلوه جدا. طيب تعالوا نشوف هنعمل ازاي الشيبس الجزر، يلا بينا. اول حاجه عندي هنا الجزر، قطعته وسلقته خلاص، سلقته زي البطاطا في ورقه زبده كده، وحطيت عليه شويه ميه في الحل عشان مش عايزه فيه ميه. حطيت عليه بقى ايه، ملح وفلفل اسود وزعتر جاف ونشا. تاني شيبس الجزر هنعمله ازاي؟ 8 جزرات انصاص مسلوقين، ملح وفلفل اسود وزعتر، وتلات معالق كبيره نشا بس كده. اروح اجيب عندي هنا الجزر واروح هرساه كويس جدا اهو، انا مش عايزه فيه ميه فعشان كده انا سلقته زي البطاطا ما بسلقها. ازاي يا جماعه؟ بروح حطاه في ورقه زبده على النار، وحط له نص كوبايه ميه كده مسقسقه ورقه الزبده، هيبقى معايا مسلوق ويجنن كده، وطعمه عايزين اقول لكم كده وريحته محلونه وخطيره. يا دعاء يا احلى شيف بيبو حبيبتي، ازيك؟ ازيك يا ام يوسف؟ عامله ايه يا ام يوسف؟ ما شاء الله ذكرتك زي العسل. امال ايه، انا انسى ام يوسف برضه. ما انت عملتيلي مشكله يا شيف، يعني ينفع بقى اقول يوسف وما يقولش محمد؟ لا طبعا نقول يوسف ونقول محمد. عندك حد تاني؟ كان عندي يمني بس عند الله. حبيبتي حبيبتي شفيعه ليكي صدقيني، ربنا يخليك حبيبتي، ربنا يعوضك ويخليهم لك يا رب، وتشوفهم احسن ناس في الدنيا، يوسف ومحمد. حبيبتي يا رب. حبيبتي محمد ممكن يكلم حضرتك؟ طبعا طبعا. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا روح قلبي، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. احنا بنحب انا بحس طريقه اكلاتك عشان انت متعلمين الاكل. يا روح قلبي انت، طب قول لي ماما بتعمل الاكل ده ولا بتتفرج بس يا محمد؟ قول لي. بتعمل بتتفرج وتعمل الاكل. يا روح قلبي يا روح قلبي على جمالك، يا روح قلبي ربنا يخليها لك. قولي قولي بقى بيدلعوك يقولوا لك ايه؟ يا مادو ولا يا ميدو ولا ايه؟ مودي؟ احلى مودي والله. انا حبيبي انا مبسوطه جدا ان انا سمعت صوتك، بجد انا مبسوطه جدا ان انا سمعت صوتك.
تسلمينا حبيبتي يا رب، احنا بنحبك قوي والله يا شيخ. حبيبتي يا دعاء، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ومبسوطه قوي ان انا سمعت صوت بجد محمد، ربنا يخليهم لك يا رب. تسلمي لي يا رب ويحفظهم لك كل اللي بتعمليه حبيبتي، وتسلمي لي على مكالمتك الحلوه بجد وكلامك الحلو. تسلمي لي يا دودو يا ام يوسف يا غاليه. حطيت عندي هنا الزعتر واحط باقي النشا. على فكره الولاد فعلا يعني مش غريبه ان انا اشوف ولاد بيحبوا الاكل، ان انا ولادي يعني كارما لما كانت تلاقي نفسها زمان قاعده زهقانه كانت بتفضل تجيب قناه سي بي سي سفره، وكانت بتجيب فتافيت كانت تقعد تتفرج عليهم بجد يعني كانت كده وهي صغيره. فانا مش مستغربه ابدا يعني ان ولاد اطفال صغنانين يحبوا يتفرجوا على برامج الطبخ ويرتبطوا بالناس اللي بتعمل اكل، دي حاجه طبيعيه جدا. طيب انا هنا حطيت النشا وحطيت الزعتر ماشي، وحطيت الملح والفلفل الاسود، وابدا بقى ايه اعجن علشان اعمل الشيبس بتاعي اهو. الريحه حلوه جدا، تعالوا بقى كده نجيب الجوانتيات بتاعتي ونعجن علشان هندخلها الفرن. اكيد اكيد مش بعد كل ده هقليها يعني، اكيد هدخلها الفرن تطلع ايه مقرمشه بقى وخطيره وتجنن. اقدر ان انا بعد ما اخرجها من الفرن احفظها في علبه منديل فوق ومنديل تحت، واسيبها بقى كده حبه حلوين معايا. ابدا بقى اعجن اهو كله، هحتاج نشا تاني هحط. انا حطيت في الاول اقل من 3 اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. تعالوا هناك بقى عشان انا العده بتاعتي هناك. يا ايه ازيك يا ايه؟ تمام الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. العروسه؟ اه. ازيك يا عروسه؟ تمام الحمد لله. انت هتفضلي عندي عروسه بقى سنه قدام كده ها. حبيبتي عامله ايه اخبارك؟ والله بجد انا يعني بقيت اظبط الميلاد واضحه بقى على الميعاد ده عشان اتفرج على حضرتك. اه بنتنا نشيطه، بتقوم توضب الشقه وتعمل اكل وكده ها. والنهارده عايزه اعمل اللازانيا، بس عايزاكي بقى تقولي على الطريقه بتاعتها. حاضر يا روحي، بس كده ماشي. تمام. عيوني تسلم عيوني. سلمينا على رنا وسلمينا حبيبتي. يوصل يوصل ماشي يا روحي باي. طيب اللازانيا هتعصجي اللحمه، لحمه مفرومه، بصله مفرومه، بصلتين مفرومين، وهتحطي عليها بعد ما تتعصج هتحطي بقى بهاراتك ملح وفلفل اسود، بابريكا، توم بودره، بصل بودره، حبهان مطحون، رشه قرفه، وتحطي عليها صلصه 4-5 معالق صلصه كده، وكمان نص كوبايه ميه سخنه، وتسيبيها تبقبق، وتروحي عامله البشاميل. البشاميل اللي عباره عن ايه؟ عن 5 معالق سمنه، لا 4 معالق زبده على زيت او سمنه على زيت، ما تكتريهاش قوي، وتحطي عليهم 4 معالق كبيره دقيق، وكمان 5 كوبايات لبن، تقلبي كويس جدا، تحطي كمان 3 معالق كبيره جبنه كريمي، ملح وفلفل اسود وجوز الطيب. عملتي البشاميل، عملتي العصاج، هتبداي ترصصي اول حاجه طبقه ايه؟ طبقه البشاميل، وبعدين تحطي عليها لازانيا مش مسلوقه خالص ماشي، وبعدين تروح حاطه عليها اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه بيبقى فيها صوص كده مش ناشفه، تحطي تاني البشاميل، وتكرري بقى العمليه كده لحد ما تخلصيها، وفي الاخر تحطي ايه رشه جبنه موتزاريلا. بس كده هتاخدي احلى لازانيا، وسهله وسريعه، وانا ما بسلقش. طيب بعد ما عملت الكور دي يا جماعه، عندي هنا ورقه زبده هروح حطاها كده، واروح ايه فارده بيها علشان يديني اهو، واروح شايله ماشي، واروح جايه كده هايل يا استاذ ضياء اهو، واروح فارده كده بورقه الزبده طبعا على ورقه زبده، واروح شايله واخدها كده ورايحه بيها شويه عشان ما تتفرد اهو. شايفين؟ عايزه اقول لكم بقى تاخدوها معاكم الشغل، بدل ما تروحوا ايه جايبين، نديها للولاد معاهم المدرسه، حاجه خطيره وصحيه جدا.
سيدي اعملها كده. خلاص قلت لكم الفكره بس كده. عايزه اقول لك ممكن لو عندك ملح خشن، ملح خشن تروحي عامله ايه رشه بس كده حبه على الوش، بس لو ملح خشن حاجه كده نن على الوش عشان تبقى ايه فيها ايه طعم كده. بس كده هدخلها الفرن. شفت سهوله اكتر من كده؟ تعالوا نشوف كمان عندي هنا اللي في الفرن تاني. الله ماشي. وانت شايف ايه؟ طيب تعالوا كده نشوف الطاجن بتاعي. ثانية واحدة اطلعها دي فوق عشان ايه بحاول ما تلسعش، بس انا مش بيحصل بتلسع برضو بالاخر. بصوا يا جماعة انا حاطة نص كوباية مية. بصوا هو منزل المية ازاي برضو عشان كده مرضتش اكتر، بس المية اللي نزل دي نازلة منه صوص خطير خطير. هسيبه لسه كمان شوية، ريحته تجنن حلوة قوي قوي. يلا بينا ندخله تاني. هطفي عليه بقى من فوق واسيب بس كده من تحت. هنا طبعا شغال فوق وتحت تمام جدا. طيب نقول الو يا ملك تانية. الو الو ايوه عامله ايه؟ الحمد لله يا روحي، انت عامله ايه اخبارك؟ بخير الحمد لله. طول ما انت بخير يا كيف عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. قولي لي ملك. الو طريقه الكيكه ايس كريم، تورته الايس كريم. تورته الايس كريم مره واحده يا استاذه بس كده. حاضر. بقول لك ايه، خلاص المره الجايه بقول لك. تقولها وطي التلفزيون واسمعيني من التلفزيون واسمعيني من التليفون. طيب انا كده خلصت طاجن الشيش طاووق، خلصت كمان الشيبس الجزر. عايز اقول لكم التحفه تحفه، القرمشه هتبقى حلوه جدا وطعمه يبقى حلو جدا جدا. تقدروا تحطوا له النكهات اللي انتوا عايزينها. انا حطيت ايه؟ ملح وفلفل اسود، حطيت زعتر، رشه كمون، بابريكا، ممكن تحطوا بقطن بودره، بصل بودره، يعني الموضوع مرن. اهم حاجه ما يكونش زي ما انتم شايفين فيه ميه، تعملوه زي ما انا عملته في ورقه زبده على النار وتروحوا مغطينه وحاطين عليه نص كوبايه ميه وتسيبوه يستوي زي البطاطا. ايه رايكم بقى؟ احنا كده ايه فاضل لنا سيجمنت اللي جاي صح؟ ايه رايكم بقى لحد ما عندي الطاجن يخرج وكمان الشيبس كده يبدا ياخد لون، نروح لفاصل صغير ونرجع نشوف الوصفه الاخيره الخطيره بتقول ايه. استنونا. طول ما انا في الصيف اتوصى بالسلطات لحد ما بصوا ندخل على الشتاء، ندخل على الشتاء اتوصى بالشرب لحد ما نروح للصيف. ليه بقى؟ السلطات حاجه سهله سريعه بحط فيها نفس اللي هعمله لو هعمل خضار وطبيخ، هي هي بنفس الفايده ماشي، ولكن انا بقى هاكلها بطريقه مختلفه، طريقه سهله وسريعه وترطب كده. فهي دي الفكرة. الشوربة، الشوربة من الحاجات اللي بتدفي جدا في الشتاء، وطالما المعدة دايما بتبقى دافيانة الجسم بيبقى دافيان، مش تبقى دافيانة بقى سعرات كتيرة، لا لا لا، دافيانة بحاجة دافية، يعني شوربة دافية، مشروب دافي، تحسوا ان احنا على طول ايه جسمنا دافي. النهاردة بقى هعمل لكم سلطة انما ايه خطيرة، تنفع جدا للناس اللي بينزلوا شغلهم وعايزين ياكلوا اكل صحي وهم برا البيت، مش عايزين يعكعكوا، مش عايزين يلقطوا، مش عايزين يتخنوا، عايزين يحافظوا على وزنهم. طيب هعمل ايه النهارده يا جماعه؟ سلطه بنفس الخضار اللي هطبخه، انا حطيته في سلطه وحطيت معاها النشويات بتاعتي مكرونه. تيجوا شوف بتقول ايه؟ يلا بينا. اول حاجه عندي هنا كوبايتين ثلاثه زبادي ماشي، مكرونه بقى مسلوقه مرمريه او قواقع او اي حاجه، بس مش سباجيتي طبعا ومش شرايط، خلونا في المكرونه علشان دي سلطه تتاكل ايه بالشوكه او بالمعلقه، فخلونا في مكرونه البن عشان خاطر ايه مخرجنا. طيب عندي هنا ايه بقى؟ بسله مسلوقه، فاصوليا حمراء،
ذرة، فلفل ألوان مكعبات، شبت مفروم، خيار مخلل مفروم، ملح وفلفل أسود، وشوية نعناع فريش أو بقدونس للتزيين. اللي عندكم حطه، احنا عندنا النهاردة بقدونس. النعناع ايه فرفر مننا بدري يعني على الحلقة الأولانية، وكنت لقيه دبلان فمش هدخل بيه دلوقتي. ماشي. طيب عايزين تحطوا نعناع جواها كمان، اوكي. تاني، السلطة بتاعتي الخطيرة عبارة عن ايه؟ 3 كوبايات زبادي، مكرونة مرمرية او اي نوع بس تكون صغننة كده مع ايه كل السلطة، بازلاء مسلوقة، بسلة مسلوقة، فاصوليا حمراء، ذرة، فلفل الوان مكعبات، شبت مفروم، خيار مخلل مفروم، ملح وفلفل اسود، واي حاجه للتزيين. طيب معلش يا فيفا، انت بتقولي للناس اللي هتروح شغلها زبادي ازاي مع شغلها؟ لا بصي بقى هنعمل ايه. الزبادي ده هنخليه ساعه بس التقديم، هتجيبي العلبه مش هتفتحيها، هتحطيها ساعه التقديم. اتفقنا؟ اتفق. لكن انا كله على بعضه دلوقتي عشان انا ايه هقدم. الو يا جيهان. يا عسليات. لا استاذة جيهان لو سمحت، يا استاذ ضياء تقولي عشان اعرف مين اللي بيكلمني. يا عسلية يا قمرايا، ازاي يا حبيبتي؟ انت عامله ايه؟ اخبارك؟ انت اللي عامله ايه، مشويه ولا مقليه ولا اخبارك ايه في الحر ده؟ لا يعني مترطبه. مترطبه. طيب عامله ايه؟ الحمد لله. وحشاني جدا. ما تشوفيش الوحش، تسلم ايدك. تسلميلي. على الحاجات الحلوه قوي قوي دي بتاعت النهارده كمان، وعلى السلطه. ودي مش سلطه يا ماما، دي وجبه كامله متكامله. ما انا بقول اللي هحطه في الطبيخ هحطه في السلطه. هي بصراحه هي. لا ده هو ده الوقت ده كمان محتاج الاكل ده قمر قوي يعني. عايزه اقول لك انا امبارح متغديه طبق سلطه. ما شاء الله، الله اكبر. وما اتعشتش يعني. عارفه وقفت الولاد، انت مش غريبه عم، كنت داخله متاخر انا وهم يعني حفله بنشتري حاجه المدرسه بقى وكده. ايوه كل سنه وانتي حبيبتي. وانتي طيبه. دخلت عملت لهم مكرونه سباجيتي وشويت لهم بس كده ايه بانيه كده، ما عملتش اي حاجه. رحت باكله قطعه بانيه عشان بس ايه ارضي نفسي. أيوة مع كوبايه زبادي. بامانه. والمكرونه انا عاشقه للمكرونه. وانا اخدت شوكه واحده وانا عيني في الطبق كله. ما غرفتش لنفسي علشان ما اكلش، هي شوكه واحده بس كده. عارفه كمان المكرونه بتاعت الشوفان حلوه قوي قوي، عن تجربه انا استخدمتها. حلوه جدا وطعمها حلو قوي. يعني ده حقيقي. ما بحسش فيها باي حاجه، لا بتضايق ولا بتعمل تلزق في البق ولا حاجه. لا لا حلوه جدا جدا. لا بس حلو النظام بتاع السلطات. مش عارفه اسميه، لا سميه اكل بارد بس مش عايزه اسميه سلطه بصراحه. مظلوم صح. لا يعني ده احنا لو مشينا فيه فتره كده ده جميل جدا، وفي حاجات منزليه ما بنستخدمهاش. بالظبط. الفاصوليا يعني الحمراء دي من الحاجات المغذيه جدا. فاصوليا الحمد لله. دلوقتي كمان الذره السكري الناس كلها ممكن تشتريه وتجيبه. بدل ما تجيبه محفوظ. ده حقيقي. ده حقيقي. نسلقه على طول ونعمله او نفرطه الاول وبعدين نسلقه. لا خطير. انا بصي بلفه بورق الزبده والفايل واحطه في الفرن يطلع. بجد والله يطلع حاجه رائعه 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 رائعه. وتحطي عليه بقى زبده بقى رايح جايها. ولا بحط عليه اي حاجه، رايح جاي فين ده زبده دي؟ لا يا ماما. اللي هو احنا عشان شوي في الفرن يطلع نحط عليه بقى زبده رايح جاي. ايوه قال يعني بقى خلاص هنوفر السعرات. لا بيبقى جميل. بس انا عايزاكي تعملي لنا لو تقدري الزبيب. الزبيب دلوقتي موسم العنب وقرب يصير خلاص. خلاص ماشي نعمله. ايه رايك لما نجفف كده ونعمل الزبيب؟ ماشي بيبقى حلو. يعني طبعا بيبقى خطير نعمله جدا. ماشي انا موافقه. وبعدين دلوقتي سعره حلو والزبيب بقى اسعاره في السما، فطب ما احنا نستفيد بالحكايه دي. لرمضان. انا موافقه جدا. طيب. ماشي عيوني ده انت تأمريني يا حبيبتي. ما يقولش عليكي ظالم، فكري فيها منين ما تقدري تبقي اعملي. وانا مش قادره اقول لك وحشتيني وحشتيني وحشتيني. وكل سنه واولادك طيبين وجوزك طيبين يا رب. وان شاء الله موسم دراسي موفق. امين يا رب علينا كلنا. واهدي عليهم من اولها. حاضر. بلاش شغاله منشار سيبيهم في حالهم. حاضر. عشان خاطر هقول لهم عشان خاطر طنط جيجي. ايوه والله العظيم سيبيهم في حالهم.
لهم بلاش قبل النظرة. حاضر. انا وانا باين عليا قوي كده؟ ايوه معلش معلش عشان انا عارفه اصلي الحكايه للدرجات دي. ايوه ايوه. حاضر. كل سنه وهم طيبين وانت طيبه يا حبيبتي. بحبك من كل قلبي يا رب يحبب فيكي خلقه. تسلم ايديكي. ربنا يخليكي. تسلمي لي. تسلمي لي يا حبيبتي مع الف سلامه يا روحي. باين عليا قوي كده يا جماعه ان انا من الغولة. انا لما اي حد في العماره بيشوفني ببقى عايزه اقول يا حيطة داريني. لا مش انا، مش انا الست اللي بتقعد تصرخ وتصوت ودي يا جماعه خالص خالص. انا مظلومه. انا فجاه صحيت من النوم لقيتني مسؤوله عن ثلاث ارواح. انا مالي؟ انا مالي. حاضر يا استاذ ضياء. وضياء. حاضر يا استاذ ضياء. طيب تعالوا نشوف بقى الشيبس الجزر بتاعنا. الله بصوا انا هطلعه هو كده استوى معايا. لما يطلع بقى بصوا لازم اسيبه يهدى الاول وبعدين ابدا ايه اطلعه من ورق الزبده. مهم جدا اسيبه يبرد الاول تماما وابدا اطلعه من ورق الزبده. لو طلعته دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ اللي بيتقطم معايا خلاص. وكمان هطلع حالا الطاجن الخطير. تعالوا نقدم بس كده طبق السلطه. بصوا يا جماعه بصوا بقت عندي عامله ازاي، كبيره جدا اهو حاجه كده. الزبادي معاها زي ما استاذه جيهان بتقولي دي حرام نقول عليها سلطه فعلا لانها وجبه كامله متكامله اهي تحفه. مش حاطه فيها توم، عايزين تحطوا توم حطوا، مش حاطه فيها اي حاجه غير ملح وفلفل اسود، رشه كمون صغننه، حاطه فيها ايه نقطه خل بس كده بسيطه، مش عايزينها بلاش، هتعجبكم قوي. طيب تعالوا بقى نشوف كمان الطاجن بتاعنا. الله ريحته جباره. مستوى وقال احلى كلام اهو. احنا كده نشيل دي ونودي ده كده بجد. ماشي تعالوا بقى اوريكوا الطاجن بتاعي ده. عارفين مشيت كده رجعت كده. بصوا بقى انا عندي هنا الرز الخطير اهو. بصي رز ابيض. اخد بقى بالخضار بتاعي تمام، بالفراخ، بالصوص بقى حطي الصوص هنا كده على شوية الرز واتفرجي على الحلاوة. فلفل. بصوا الصوص نازل عامل ازاي يا جماعة. انا حاطة بس حبة مية صغيرين اهو. شوية فلفل. عايزة اقول لكم ان احنا ممكن نعمل كده ونحط كمان شوية السلطة. عايزين يا جماعة تخسوا وما تاكلوش كتير، بلاش ناخد من الاطباق على طول، لا اغرفي طبقك عشان تعرفي انت اكلت ايه او انت اكلت ايه. 4-5 معالق رز على فكرة، 6 معالق تمام جدا، وجنبها الخضار وجنبها السلطة، هو ده الطبق. طبعا في حد ايه لقيته كده منزل على السوشيال ميديا كوميكس اللي هو ايه، الدكتور قال لي لازم احط اكلي في طبق واحد فحطاه في الصاج ده وبتاكل من ده. هو ده الطبق الواحد وحاطه كل حاجه. طبعا لا طبعا انا بحط طبق اهو صغنن، احط الرز، احط جنب البروتين والسلطه وبس كده. عايزه ايه تاني؟ حاجه لذيذه وممتعه وسهله وسريعه وتبقي عارفه انت اكلت ايه، والسلطه كمان هتقفل معاكي جدا. دي كانت حلقة يوم الاثنين، أفكار صحية، مش هقول بس للناس اللي عايزة تعمل دايت، لأ للناس اللي عايزة تاكل أكل وما تحسش إن هي تقلت وطعمه حلو كمان زي ما انتوا شايفين، والناس اللي عايزة تنقنق نقدر نديها كمان لولادنا وهم نازلين المدرسة. بس زي ما بقولكوا مش هقدر أشيلها دلوقتي، لازم أسيبها تبرد تماما وأبدأ أطلعهم. هتعجبكم جدا جدا. مبسوطة أنا كنت معاكم النهاردة، مبسوطة كل مكالماتكم واتصالاتكم وكومنتاتكم وتشجيعكم. بحبكم من كل قلبي واشوفكم بكره على خير ان شاء الله من 1 لـ 2 الاعاده الساعه 4 صباحا. باي باي.
حاضر.